كلام عن حضرة النبي بيثير الأشجان بقى، عايزين نسمع شيء يا شيخ محمود بقى. نسمع يا سيدي، نسمع حاجة ليكم إن شاء الله. حاجة بتاعتي أنا إن شاء الله. يا سلام، يعني أبقى سعيد. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي، والليل يمر واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب ليالي، طيف الجميل لو مر ببالي يا عيني تحلى الحياة، ما انا امرئ بالي، اصل الحكاية عيش الجمال وهنا اقضي وحشايا وانا كل حلال، اصل الحكاية عيش الجمال وهنا اقضي وحشايا وانا كل حلال، ما انا من هوايا غرقان في دلاله يا عيني، أصله جميل وما شفت مثاله، والليل يمر واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب ليالي، والليل يمر واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب ليالي، طيف الجميل لو مر ببالي يا عيني تحلى الحياة، ما انا امرئ بالي، شفت الحبيب وصحت من نومي، شفت الحبيب غسلت لي همومي، شفت الحبيب وصحت من نومي، شفت الحبيب غسلت لي همومي، أصل الحبيب شمسي في غيومي يا عيني، وأنا في الحبيب دايب من يومي، والليل يمر واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب ليالي، والليل يمر واشتاق للغالي، والدمع يمر وانا شرب ليالي، طيف الجميل لو مر ببالي يا عيني تحلى الحياة، ما انا امرئ بالي. ايه الجمال ده؟ جمالكم يا سيدي. يا مولانا انا اول مره اسمع القصيده بتاعتي بهذا الجمال. جمالكم يا سيدي. يعني احساس ونور وبركه، ربنا يديم عليك الفضل. يا سيدي. تعال نروح لنور تاني من انوار حضره النبي صلى الله عليه وسلم.